بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2024 شعبة آداب وفلسفة، أقدم لكم تصحيح مادة الرياضيات. أنتبهوا مليح. إذن الموضوع الثاني، التمرين الثاني، نعتبر المتتالية الحسابية أن المعرفة على أن لحدها الأول U0 وأساسها R، حيث U0 يساوي 2 و U2 زائد U9 يساوي 70. أولا بين أن R يساوي 6. ثانيا بين أنه من أجل كل عدد طبيعي N، UN يساوي 6N زائد 2. ثالثا أثبت أن العدد 2024 حد من حدود المتتالية UN. رابعا نضع من أجل كل عدد طبيعي N، SN يساوي E0 حتى UN. ألف احسب بدلة المجموعة SN. ب عين قيمة العدد الطبيعي N حتى يكون SN يساوي 352. إذا نتبعوا الحل إن شاء الله. إذن على حسب القانون العام للمتتاليات الحسابية، UN يساوي U0 زائد NR. UN الحد العام، U0 هو الحد الأول زائد NR، N المرتبة تاع الحد، R الأساس. إذن U2 U0 زائد 2R، إذا منها 2 زائد 2R. U9 هي 2 زائد 9R. إذا جعلنا U2 زائد U9 يساوي 70، معنى 2 زائد 2R زائد 2 زائد 9R، 4 زائد 11R يساوي 70. نستخرج أو نستنتج من R. R كيف نستنتج منها؟ نستخرج R، 11R هي 70 ناقص 4 معناها 66، أي R يساوي 66 على 11 معناها 6. إذن تأكد R الأساس لهذا المتتالية الحسابية 6. ثانيا بين أنه من أجل كلها UN يساوي 6N زائد 2. نعرف القانون العام للمتتالية الحسابية، UN هي U0 زائد NR، U0 هي 2، R هي 6، إذن 2 زائد 6N، أي UN يساوي 6N زائد 2. ثالثا أثبت أن العدد 2024 حد من حدود المتتالية UN، إذن نعتبر UN هي 2024 معنى 6N زائد N. من هنا نستخرج القيمة نتاع N، راكم تشوفوا N هي 2022 على 6 معناها 337. العدد 2024 حد من حدود المتتالية من أجل N يساوي 337. رابعا نضع من أجل كل عدد N، SN يساوي حتى UN، U0 حتى UN. معنى القانون العام لمجموع الحدود لمتتالية حسابية هي N زائد 1 حتى 2، U0 زائد UN. N زائد 1 هي مجموعة ومجموع الأعداد، مجموع الحدود موجودة، N عدد الحدود، N زائد 1 لا N من 1 حتى N هي N زائد 1 زائد L الحد الأول وهو E 0. بعد التعويض والتبسيط إلى آخره نتوصل إلى SN هي N
زائد واحد مضروب في ثلاثة ان زائد اثنين. رابعا ب، إذا كانت اس ان تساوي 352 معناه نستعمل العلاقة السابقة ان زائد واحد مضروب في ثلاثة ان زائد اثنين هي تساوي 352. لهنا ننشر، بعد النشر تقول لنا عندنا معادلة درجة ثانية كثير الحدود 3n مربع زائد 5n ناقص 350 يساوي صفر. المميز تاعها الدلتا هي 4225. الحل الأول هو 10 والحل الثاني هو سالب، إذا غير مقبول. الحل السالب غير مقبول لأن n أعداد من أعداد الطبيعية، وقيمة العدد الطبيعي n هي 10، هذه هي 10. هلا انت هنا، والسلام عليكم.